السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مركز الليمون الحامض. هاد مركز الليمون اللي كيجي منعش وزوين وكيعطينا عصير الليمون بكمية كثيرة واقتصادي، وكذلك يمكننا نستعملوه كأساس العديد من العصائر المنعشة اللي يمكن ان شاء الله نستعملوها في رمضان وفي الصيف لماذا. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش بلي لايك، وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك، صابوني او سبسكرايب اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اما الان نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا لهذا السيرو ديال الحامض او مركز الحامض كنحتاجوا جوج مكونات فقط. عندي هنا جوج كيلو ديال الحامض وكيلو ديال السكر خشن او سنيده. خديت هاد الحامض كيما كتشوفوا اللي هو كيكون غليظ والقشره ديالو كتكون شويه غليظه وصفراء على هاد الشكل هذا، يعني ما كنستعملوش داك الحامض الصغير البلدي ولا بد نستعملو هذا اللي خاص بالعصير. نضفته مزيان، خصنا نغسلوه مزيان، كناخذو اما شي شيته ولا شي حلفه ونحكوه مزيان باش نتاكدوا بلي هاد الوسخ اللي كيكون عندنا هنا في هاد القشره اللي هي حرشه ما بقاش، حيت حنا غنستعملوا حتى القشره ديال هاد الحامض. نضفته مزيان، غسلته، من بعد نشفته، عملته في شبيكه قطر ويمكننا كاع نمسحوه صافي وغادي نبدا نستعمل. نبداو على بركه الله الطريقه. غادي ناخذ هاد الحكاكه هادي ديال المطيشه، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الحكاكه اللي عندكم اللي خاص اللي كنحكوا بها مطيشه واللي تكون هكذا رقيقه. ناخذوا هاد الجهه اللي هي رقيقه وغادي نحكوا هاد القشره الصفراء ديال الحامض، فقط هاد القشره الصفراء على هاد الشكل هذا هكذا كنحكوا هي هاد القشيره الصفراء. نحاولوا ما نوصلوش لهاد البيضه لحقاش هي اللي غادي تعطينا المروره. الا حكينا هاد البيضه غادي تعطينا الحامض اللي هو مر، وهاد السيرو غيجينا فيه المروره. اذا نحاولوا فقط نحكوا هاد القشره الصفراء ونحبسو على هاد الشكل هذا هكذا كيما كتشوفوا، وندورو الحامضه كامله حتى نكملو هاد القشره الصفراء هكذا كيما كيبان لكم. ما كنوصلش للبيضه، كندور فيها كامله. كلكم تستعملوا اي حكاكه اللي عندكم اللي خاصه بالمطيشه، المهم تكون انها رقيقه هكذا صافي. هي بشويه حتى ندورو بها كامله صافي. كما كتشوفوا هنا حكيت هاد القشره كامله الصفراء، وغادي ندوز بنفس الطريقه حتى غنكمل هاد الحامض اللي عندي كامل، غنحكلو القشره ونرجع عندكم. بعد ما حكيت داك القشره ديال الحامض كامله حصلت على هاد لوزيست هذا ديال الحامض او مبشور ديال الحامض على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، وضعته في اناء وبقى لي هاد الحامض بالقشور اللي غادي ندوز نحضر العصير ديالو. نبداو بسم الله.
غادي نقسم هاد اللحم اللي عندي. دابا غادي نبدا نعصر هاد اللحم ديالي. بعد ما عصرنا هاد اللحم اللي عندنا كامل وضعنا العصير فوق داك القشور ديال الليمون، دابا غادي نضيف السنيده او السكر الخشن. قلنا هنا درنا 2 كيلو ديال الحامض مع كيلو ديال السنيده، يعني نصف الكميه. الا عملنا كيلو نص كيلو، 2 كيلو مع كيلو. دابا غادي نخلط مزيان على هاد الشكل هذا، يعني نحاول نخلط مزيان هاد العصير مع القشور مع سنيده هكذا. نخلطو مزيان صافي. دابا غادي نغطي هاد العصير ديالي ونخليه ليله كامله اولا يمكننا كاع حتى 24 ساعه باش يلاه يذوب لنا داك سكر مع العصير ويعطينا داك السيرو اللي هو ثقيل شويش وعاقد. ولاني ما نساوش واخا غادي نغطيوه ما غنغفلوش عليه، كل مره دخلنا الكوزينه ما نساوش ندوزو نحركوه، يعني كل ساعه دخلتي الكوزينه حركيه. حنا يمكننا هنا دابا الجو بارد بلا ما نوضعوه في الثلاجه، يمكن لكم نتوما توضعوه في الثلاجه ويمكن تخليوه خارج الثلاجه بحكم ان الجو دابا بارد. ولاني اللي كنركز عليه باش يذوب لنا مزيان داك وما يبقى لناش مرصب لتحت. خصنا كل ما دخلنا واحد الساعه هكا الساعه، المهم حتىش ما جابتك الكوزينه حركي هاد الخليط مزيان وعاودي غطيه. اما بالنسبه لهاد القشور اللي كيبقاو لي حتى هما ما غاديش نضيعوهم، يمكننا نحتفظوا بهم في المجمد. وبالنسبه للاستعمال اللي غادي نستعملوهم يمكننا نضفو بهم لافابو بعد ما نغسلو الدجاج ولا الحوت باش يحيدنا داك الزفورات ديال الحوت وداك الشيء. يمكننا كذلك اننا نوضعوهم في الطنجره من بغيو نسلقوا الخضيره ولا شي حاجه باش ما تكحلناش. كذلك يمكننا نطبخوهم مع شويه ديال الماء والقرفه اولا القرنفل، كيعطي واحد الرائحه اللي هي زوينه في الدار. اذا كما قلنا هاد الليمون الحامض ما غادي نضيعو منه حتى حاجه شي حاجه ان شاء الله. بعد ما خليت هاد العصير ديالي او هاد السيرو ديالي ليلة كاملة، هانتوما كيما كتشوفوا دابت داك السنيده نهائيا، داك السكر داب لي في هاد العصير، يعني ما بقاش كيبان نهائيا ونسجم مع هاد العصير ديال الليمون وعطانا هاد السيرو بحال هكذا. دابا غادي ندوز نصفي. اما خد انا هاد الصفاي هذا، اي سيده يمكن لها تستعمل اي صفاي عندها متواجد في الكوزينه ديالها. صافي غنبدا كنصفي على هاد الشكل هذا. غادي نصفي هاد العصير كامل كيما كتشوفوا، كيهبط لي السيرو لتحت وكيبقى هنا داك الزست ديال الحامض كيبقى لي هنا الفوق. غادي نستمر انا بهاد الطريقه حتى غادي نصفي هاد السيرو ديالي كامل ونرجع عندكم.
هو الشكل ديال عصير الليمون ديالي، او بالاحرى مركز ليمون، كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، عاقد وكونسونطري، ما كيجيش خفيف بحال الاول، كيعقد لنا وكيختار هكذا. دابا هذا مركز الليمون يمكننا ناخذ عصير فقط ديال الليمون، كناخذ كاس بحال هذا، كاس ديال العنبه، ونضيف عليه لتر ديال الماء هكذا، وها هو العصير ديالي ديال الحامض، واجد منعش وطبيعي وصحي، كيجي على هذا الشكل هذا. يمكننا نشربوه هكذا كعصير الليمون، ويمكننا نستعملوه كأساس العديد من العصائر، نزيدو عليه الفغوي اللي بغينا. بالنسبه للسكر ما كنحتاجوش نضيفو السكر، حيت راه ديجا عندنا في هذا السيرو، ما كنحتاجوش نضيفو السكر. وبالنسبه للاحتفاظ به بالمجمد، كناخذ كل كاس ديال العنبه، كنديرو هكا في كيس بلاستيكي وكنحافظ عليه في المجمد، كنعمل اكياس كثيره، كل كاس ديال العنبه كنديرو في ساشي بوحديتو صافي، وكنحافظ عليه في المجمد، وكل ما بغيتو كنجبدو وكنضيف عليه الماء ولا الفغوي اللي بغيت، وها العصير ديالي واجد. وما كيحتاج، اللي بغيت نقول لكم انه ما كيحتاج وقت كثير باش يتسلق هذا المركز ديال الليمون، فاش كنوضعوه في المجمد ما كيجمدش، يعني كيولي على شكل كريمي، ما كيكونش خفيف، وفي نفس الوقت ما كيجمدش 100%، يعني فاش كنخرجوه من الثلاجه بسهوله كيذوب لنا. هي كنخلطوا معاه الماء وكنحركوا، وها هو العصير ديالنا واجد. وبالنسبه لهاد لوزيس ديال الليمون، حتى هو ما غاديش نضيعوه، غادي نحافظوا عليه حتى هو في المجمد، نعملوا هكذا في شي علبه اولا في شي كيس بلاستيكي ونحافظوا عليه في المجمد. يمكننا نستعملوه في لي غاتو ديالنا، في لي كيك، الحريشات، الصابلي، بزاف ديال الحوايج، يعني كنفوقاش ما احتاجناه، كنجبدوا واحد المعلقه ونديروها في لي غاتو ديالنا، يعني ما نضيعوا حتى حاجه في داك الحامض، كل حاجه شنو استعملنا بها. مركز الليمون كما شفتوا هو زوين واقتصادي بزاف، واللي كيخرج لنا كميه كبيره ديال العصير، يمكننا نحضروا به عصائر كثيره. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين، ضغطوا على زر الاشتراك، سابوني او سبسكرايب اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دابا ما بقى لي الا نودعكم، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.